أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا، كل عام وحضراتكم بخير. حلقة جديدة مميزة على شاشاتكم المميزة، شاشة الصحة والجمال. النهاردة إن شاء الله هنتناول موضوع مثير جدا جدا، وظاهرة تفشت في الفترة الأخيرة في المجتمع المصري، ظاهرة تعتبر غريبة على المجتمع المصري، هي ظاهرة العنف والعنف الأسري بالذات، يعني العنف ما بين أفراد الأسرة الواحدة والتحريض، والعنف ده بيؤدي إلى حالات من القتل وحالات من الانتحار. هنناقش هذا الكلام النهاردة في حلقتنا، ونرجو أن يعني نفيدكم في هذا الموضوع ونصل إلى حل لهذه الظاهرة. قبل ما أبدأ حلقتنا وقبل ما أرحب بضيفي اللي هيكون منورنا النهاردة في هذه الحلقة، بحب يعني أنقل تعازي قناة الصحة والجمال وتعازية الشخصية لأسرة الفنان الراحل سمير غانم، واحد من أساطير الضحك وأساطير الكوميديا في مصر، يعني ندعو له بالمغفرة والرحمة. خلوني أرحب بضيفي الكريم الأستاذ أيمن محفوظ المحامي. اهلا بيك يا استاذ ايمن، منورنا. كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك يا صفوت بيه. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم، ومنور قناه الصحه والجمال. النهارده احنا بنتكلم في موضوع يعني انا بقول عليه ظاهره يعني غريبه على المجتمع المصري، ما هياش يعني يعني موضوع مش 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 ما كانش شائع في المجتمع المصري، او موضوع يعتبر غريب على المجتمع المصري المسالم. تعرف المصريين شعب متدين، شعب مسالم، يعني ما عندوش ظاهرة العنف بالشكل اللي موجود عند شعوب تانية. لكن في الفترة الأخيرة لاحظنا يعني على السوشيال ميديا، حتى الدراما تناولت هذا الموضوع في كذا عمل فني، منهم مسلسل لحم غزال اللي كان في شهر رمضان، انه الاخ او العم بيقتل ولاد اخته او حاجه زي كده. يعني ظاهره بقت موجوده لدرجه ان الدراما بدات تفكر انها تظهرها وتقول ان هذه الظاهره موجوده في المجتمع المصري. انا الاول عايز اعرف يعني لماذا انتشرت هذه الظاهره في الفتره الاخيره؟ ليه انتشرت الظاهرة دي في الفترة الأخيرة؟ قبل ما نخش في المسألة والشكل القانوني، أنت برأيك ليه المسألة دي انتشرت في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة؟ أولاً أنا سعيد جداً أن أنا مع إعلامي عظيم زي حضرتك يا صفوت. ربنا يخليك يا فندم. وبشكرك على إثارة هذا الموضوع اللي إحنا كلنا بنعاني منه، هو العنف الأسري، وبيصل بيه في درجة من الدرجات إن هو بقى أصبح القتل العائلي. القتل العائلي. كمان صحيح. يعني ده تعبير أنا أزعم إن أنا أول من صرحت بيه. أصبح القتل العائلي مش بس العنف الأسري، المصطلح القديم تطور هذا المصطلح بقى أصبح القتل العائلي، بنلاقي نعم. القتل في وسط العائلة بتداعيات مختلفة أصبح ظاهرة، وظاهرة العنف بصفة عامة لها أسباب كتيرة جدا، أهمها إن إحنا بعدنا عن مبادئنا وأخلاقنا وقيمنا، وكان في تقصير كبير جدا من المؤسسه التعليميه وقبليها الاسره. احنا مش هنعيد كلام احنا قلناه قبل كده، لكن انا دايما بقول ان الاسباب المجتمع هو اللي بيأثر بشكل سلبي عن طريق مقدمات اللي بيدوها لشبابنا. يعني انت اديتني سببين كده. لا ده كتير كده. سببين لا لا، قلت لي البعد عن الاخلاق والقيم والعادات المصريه الاصيله. ده سبب. والسبب الثاني بتلقي باللوم على التعليم. ايوه، على التعليم والمؤسسه الدينيه والدراما اللي بتصدر لنا كل تمام. يوم والتاني العنف بشكل مبالغ فيه وبشكل مخالف للقانون وبشكل يشجع على محاكاه الجريمه، وكمان بيقولوا في الاعلام وفي الدراما وبالذات الدراما الرمضانيه اللي كانت ليها باع كبير قوي في السنه دي، ان السبيل الوحيد للكذب والغنى والواجهه الاجتماعيه هو سبيل الجريمه. الجريمة اللي هي أساسها العنف. طيب يعني السبيل الوحيد للغنى ده اللي صدرته الدراما أو صدره أكيد. المجتمع للشعب المصري إنه دلوقتي السبيل الوحيد للارتقاء في سلم المجتمع هو يعني يعني مش بنقول إن هو ده السبيل الوحيد، بس هو يعني باب من الأبواب التي تؤدي للارتقاء في المجتمع. أنا هكمل مع سعادتك هذا الموضوع وهذا الجانب، لأن من الضروري إن احنا نعرف أسباب هذا يعني الانفلات الأخلاقي الموجود حالياً لدى، مش بقول عند كل الناس، بقول بقى ظاهرة في المجتمع. بس بعد ما ناخد مكالمة تليفونية معانا، مداخلة من الدكتورة أمال حسين استشاري الطب النفسي التربوي. دكتورة أمال. دكتورة أمال. مساء الخير يا فندم. مساء النور. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك
حضرتك طيب. النهاردة احنا بنتكلم في العنف الأسري وانتشار ظاهرة الانتحار في الأسرة والقتل في الأسرة المصرية اللي ما كانش موجود، يعني بقت حاجة جديدة علينا استفزتنا وبقت حاجة مفزعة. انت برأيك كدكتورة في الطب النفسي او السبب ده، هل الناس دي يعني عندها امراض نفسيه؟ مش معقول كل الناس دي عندها امراض نفسيه، لان بقت ظاهره. طالما بقت ظاهره يبقى شامل القطاع كبير جدا من الناس. برايك ايه السبب؟ بص حضرتك، ما احنا ظهر عندنا دلوقتي كتير من الظواهر ما كانتش موجوده قبل كده، او كانت موجوده بس ما كانش بيتم الاعلان عنها. يعني حضرتك احنا عندنا دلوقتي ان الاطفال بتنتحر، ان الام بتنتحر، ان الاب بينتحر. طب ده سببه ايه؟ كله في الاخر هتلاقيه بيرجع للتشتت الاسري، كويس، او التفكك الاسري. بيتفككوا، الام بتبتدي تعاند في الاب، والاب بيبتدي يعاند في الام، فالاطفال بيتجهوا لاي ميول خارجيه تخليهم يخرجوا بره الحاله اللي بيشعروا بيها، الحاله النفسيه. يعني عندنا مثلا في اللي بيتجه للادمان، بيؤدي طبعا للانتحار. في اللي بيتجه للي بيبقى عنده انفصام، في اكتئاب، والاكتئاب ده طبعا العامل الاساسي ان هو بيخليهم ينتحروا. بص حضرتك، كل ده موجود عندنا من زمان جدا، بس الظاهره اللي يعني اللي بس لا ما كانش موجود. موجود بحالات فرديه يا دكتوره، لكن مش موجود مثلاً في المجتمع بالشكل اللي احنا شايفينه ده الايام دي. وفي حضرتك ما العنف الجنسي بالنسبه للاطفال، ما في دلوقتي اب بيغتصب اولاده، وفي امهات بتبتدي تمارس العنف الجنسي مع اولادها. احنا عندنا ثلاث انواع من العنف. عندنا نفسي، اللي هم دايما بيقللوا من قدراتهم، بيقللوا فيهم، بيحسسوهم بالفشل. الام لما بتفشل بتبتدي تطلع فشلها على اولادها، الاب بيبتدي يطلع فشله على اولاده. يعني اصل المساله نفسي يا دكتوره؟ مش كلها نفسيه، مش كلها نفسيه، مثلا في عوامل اقتصاديه. في دلوقتي مثلا قله ان الـ مش قادرين يشتغلوا، مش قادرين يصرفوا على بيوتهم. فما نقدرش نقول ان العامل كله نفسي برضه. يعني الاقتصاديه برضه ليها عامل. أيوة، يعني المساله الاقتصاديه هي ليها دخل كبير في الموضوع ده. بتبقى مجموعه اسباب بتتجمع وتسبب. طب انا افهم يا دكتوره ان المساله الاقتصاديه يبقى ليها تاثير على الاب والام، يعني ان هم بيعانوا من ضغوط اقتصاديه او ظروفهم المعيشيه صعبه، يبقى ليها تاثير عليهم. لكن الاطفال اللي بتطلع، يعني هل ده يعني ده بينتقل من الاب والام للاطفال، ولا يعني المساله ما بتوصلش لكده؟ لا، طب ما انا عايزه الفت لنظر حضرتك لحاجه. يعني طب ما هو ممكن الانتحار يكون له سبب جيني، انتقال جينات من الام او الاب للاطفال، كويس. فكل حاجه بتحصل في البيت بتاثر على اللي في البيت كله. نعم، العوامل الاقتصاديه. الاب بيبقى دايما بيبتدي دايما متضايق ودايما مضغوط نفسيا، بيبتدي يطلع الضغط او الانتقاد اللي بيتوجه له، بيبتدي يطلعه في اقرب الناس ليه، يا اما في مراته يا اما في اولاده، في نطاق المحيط اللي هو اللي مقفول عليه، بيبتدي يطلعه عليهم. نعم، فبينتقل لهم نفس الاحساس. تمام. يعني انت بتقولي المساله الاقتصاديه والمساله النفسيه. طيب يعني قبل ما اختم معاك يا دكتوره، عايز أسألك يعني نفسيا، رسالة توجهها للأسر المصرية، يعني نقول لهم إيه؟ لأن مسألة الضغط الاقتصادي دي أنا يعني موجودة في مصر من زمان، يعني ياما أسر فقيرة أنجبت عظماء يعني، وأخرجت ناس نوابغ وقادة وغيره. فالمسألة الاقتصادية عمرها ما كانت تبقى الدافع الرئيسي وراء أنها تدعو ابن للانتحار، أو أب وأم يمارسوا عنف ضد أبنائهم. فانصحيهم يا دكتورة، نقول إيه للناس؟ اتفضلي حضرتك، انا سامعك. طيب بصي حضرتك، احنا دلوقتي كلنا بنشكو من مثلا الحاله الاقتصاديه، فده مش هيؤدي للانتحار لا الاب او ام او اطفال. بس احنا بنقول دلوقتي احنا عايزين نجمع الموضوع او نجمع النقاط بتاعته كلها، بحيث ان ده ما يحصلش او ما يكونش سبب يؤدي الى المرض، يؤدي الى الانتحار. نعم، تمام. حاولوا يا جماعه، يعني انا بقول لكل ام وبقول لكل ام ولكل اب، حاولوا تشركوا ولادكم معاكم في حياتهم. ما ينفعش الطفل يبقى عايش مثلا في هاي كلاسي قوي وفجاه يلاقي نفسه ما فيش. اشركوهم، ولازم انا امهده لده، لازم انا هو يتقبل ده، اشركه معايا زي ما حضرتك بتقولي. مظبوط، اتفضلي يا فندم. يعني خلينا نعرفهم الدنيا فيها ايه، عشان لما يكبروا يبقوا معرفين الحياه ما بتمشيش على وتيره واحده. نعم، لما كانت الدنيا كويسه كلنا عايشين كويس، لما حصل لنا دروب كلنا لازم نشيله مع بعض. صحيح يا جماعه، اشركوهم، هم اذكياء جدا. الطفل يعني نسبه ذكائه بتبدا من وهو لسه في بطن امه.
ذكي بيحس بفرحها ويحس بحزنها، فاشركوهم عرفوهم الحقيقه ماشيه معاكم ازاي عشان ما تتفاجئوش ان هم بيشوفوا تغيير حصل في الام او في الاب هم مش فاهمين، فبيأثر عليهم نفسي على طول، بيعيشوا في حاله من حاله اسمها حاله الاختراب النفسي، ما بيبقوش هم عارفين عايشين فين ولا ايه اللي بيمر بيهم، فبيبتدوا يتجهوا اتجاهات كتيره، في اللي بيكتئب وفي اللي بيجيله حالة انفصام وفي اللي بيتجه لإدمان وفي اللي بيتجه لمرض نفسي وعصبي اشركوهم عرفوهم الدنيا. شكرك يا دكتورة، دكتورة أمال حسين استشاري الطب النفسي التربوي، شكرا جزيلا. قالت نقطة في غاية الأهمية أنه لازم مشاركة الأسرة تشارك أولادها، يعني الدنيا مرتاحة والعملية كويسة والحالة الاقتصادية منتعشة، هم عايشين في المستوى كويس، لو المسألة اتعكست لازم أنا أشارك ابني اللحظة دي أو المرحلة دي عشان يبقى عارف قدراتي وإمكانياتي، فأشاركه معايا في مسألة الحالة الاقتصادية دي. وأنا برضو لسه برضو بقول إنه الحالة الاقتصادية ما هياش الدافع الأساسي للمسألة دي، المسألة أعمق من الحالة الاقتصادية، في مؤثرات كتيرة زي ما حضرتك ذكرت في الأول، التعليم والدافع الاقتصادي موجود لكنه مش هو الفيصل في هذا الموضوع. اتفضل. اتفق معك تماما واختلف مع الدكتورة ان هي بتقول ان العامل الاقتصادي سبب، هقول لكم ببساطة شديدة ان احنا في طفولتنا كنا افقر من كده بكتير. نعم. النهاردة بيوتنا فيها احدث الاجهزة، اللي الازمة ما عندناش ازمة اقتصادية رغم ان العالم كله بيعاني من ازمة اقتصادية، احنا عندنا زيادة في المتطلبات، تطلعاتنا بقت زيادة قوي. ما عمريش وانا طفل كنت افكر او احلم ان يكون عندي تلفزيون 65 بوصة، مش ممكن، ولا موبايل ب 15 ولا 20 الف جنيه، ما كانش عندنا التطلعات اللي موجودة. الأزمة الاقتصادية الموجودة عالميا من تطلعات البشر، وعمر الأزمة الاقتصادية ما بتخلق الجريمة ولا بتخلق العنف، ياما أسر غلبانة وياما أسر فقيرة جدا والحب بيحوطها ومفيش فيها أي ظاهرة من ظواهر أي ظاهرة إجرامية من أي صورة، وياما مجتمعات راقية جدا وتنتشر فيها الجرائم، وكان في وقعة شهيرة من كبار يعني أبناء كبار رجال الأعمال، رجال الأعمال. صحيح يا فندم، كان يعني أنا مش عايز أجيب السيرة دي خالص. لا لا لا، إحنا بنتكلم في الظاهرة. أيوة أنا مش بتكلم على أشخاص، أنا بتكلم على هو يعني كريم شانتيه المجتمع بيعملوا جرائم متدنية أخلاقيا جدا. الأزمة الاقتصادية ما هياش سبب، وعمر الفقر ما كان بيدفع الجريمة ولا بيدفع لأن في عنف أسري، لكن هي مجموعة من التراكمات، هي ظروف سياسية وظروف اجتماعية وتأخر دور الأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية. وكمان ما نسيناش في حاجة مهمة جدا، ان في مؤامرات خارجية وحروب الجيل الرابع والخامس بتأثر على شبابنا لتغيير المفاهيم، مفاهيمنا بقت متغيرة، اصبح حب الوطن، لو واحد بيقول انا بحب مصر يبقى بيجامل السلطة، لو واحد بيقول انا بحب اولادي او بحب زوجتي يبقى راجل خانع لمراته، ابتدى تغيير المفاهيم عندنا. اسمح لي يا دكتور استاذ ايمن، يعني انا متفق معاك ان المساله محتاجه ثوره في المفاهيم اللي موجوده في المجتمع المصري، ان احنا نبدا نغير الوتيره الموجوده، حكايه العنف اللي بقى موجود منتشر، الدراما عليها جانب كبير جدا، التعليم عليه جانب كبير جدا، الدوله عليها جانب كبير جدا في ان هي توجه الراي، الاعلام عليه جانب كبير جدا انها توجه الراي العام. احنا كاعلام عايزين نقوم بدورنا في ان احنا نقول للراي العام ايه يا جماعه اللي مفروض يتعمل وايه اللي مفروض ما يتعملش، وايه الجريمه دي وايه الدوافع بتاعتها وازاي نخلص من هذه الجرائم. فانا عايز نوضح للساده المشاهدين انه لما يبقى في مثلا حد مثلا في الاسره انتحر نتيجه عنف من الاسره، من الاب او من الام او من أي حد من أفراد الأسرة، عايزين نوضح يعني جريمة التحريض على العنف في القانون المصري. هاخد من حضرتك إجابة بعد ما أخد الأستاذ عمرو من الجيزة. أستاذ عمرو اتفضل. اتفضل يا أستاذ عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا أستاذي؟ أهلا يا فندم، أهلا بيك. اتفضل. أنا سامعك، أهلا بيك يا أستاذ عمرو، اتفضل. أنا شايف إن الموضوع ده يا دكتور برضه ليه إعلام عليه دور كبير بالنسبة للمسلسلات اللي اتعرضت في رمضان والأفلام اللي بتتعرض اليومين دول. أيوه.
فيها تحريض على عنف غير طبيعي. كل الشباب دلوقتي بيجروا ورا المكسب السهل، كل الشباب عايزين الثراء السريع، فانا شايف ان الاعلام عليه دور كبير. عايز تقول حاجه ثانيه يا استاذ عمرو؟ لا يا فندم، شكرا. شكرا جزيلا. استاذ عمرو بيتكلم برضو في النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها بتاعت انه المجتمع كله عليه دور، مش الاعلام لوحده، المجتمع كله عليه دور، تعليم، الاسره، الاعلام، الصحافه، الدوله، كله عليه دور. لكن انا لما اشوف طفل بيوصل او شاب مراهق او فتاه مراهقه وتصل للانتحار بسبب العنف الاسري، او تحدث جريمه قتل في الاسره بسبب العنف الاسري، وما تقوليش ان ده دافع اقتصادي، ان ما معهمش فلوس فبداوا يقتلوا بعض، او بداوا الناس تتجه للجريمه عشان ما معهمش فلوس. انا عايز بس نوضح للناس من هو المحرض على القتل، وما هي جريمة التحريض على القتل الخاص بالأسرة. يعني عايزين نوري الناس، نقول للناس ايه، يعني يمكن الناس ما تعرفش يعني ان هو بتصرفه ده حرض ابنه على ان هو ينتحر، ولما ينتحر هذا الابن ايه عقوبة هذا المحرض على هذا الفعل. انا بشكرك على طرح هذا السؤال العميق جدا. فضل. اللي بيحمل فلسفة كبيرة قوي احنا غايبة عننا. فضل. اولا انا هقصر المسألة، ليه احنا فرطنا في ولادنا؟ نعم. ليه الايد اللي مفروض تحضن وتطبطب هي الايد اللي بقت تقتل، سواء بشكل مباشر او شكل غير مباشر؟ نعم. ممكن نقصر المسألة دي في نص دقيقة، لما قال اعرابي ان لي 11 للنبي عليه الصلاة والسلام، ان لي 11 ابنا ما قبلت احدا منهم قط، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من لا يرحم لا يرحم. اولا ممكن تقتل ابنك وتدفعه الانتحار بتفرقة، لازم زي ما ده بيتعامله زي ما ده بيتعامله، ولازم تكون حريص جدا، لان الطفل بيبقى حساس قوي ناحيه مشاعر الابوه او مشاعر الامومه عنده، يعني بيبقى بيفكر في حاجات انت ممكن ما تتخيلهاش. نعم. لكن دايما دايما اغمر اولادك واحفادك كمان بالحب والحنان، ده بيدفع بعض التفرقة، ودي ظاهرة موجودة في واقعنا، التفرقة بين الأولاد سبب من أو الأولاد والبنات الكبير أو الصغير. الفكرة دي موجودة ومتأصلة، وبتوصل بالطفل مش بس يدفع الانتحار، ممكن إنه يقتل أخوه، أو ممكن يكره المجتمع، أو ممكن يتحول هذا الطفل اللي احنا حسسناه بالظلم الاجتماعي حتى لو من غير ما نقصد، إنه ممكن يكون إرهابي. نعم. ويدمر المجتمع. صحيح. احنا لازم نفكر قوي 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 في الرحمه اللي ابتدت تتنزع من قلوبنا. هو بقى مريض نفسي طالما المساله وصلت معاه للقتل او للانتحار او ان هو يعمل عمل ارهابي، هو مؤهل يعمل اي حاجه. يعني هو طالع من البيت خلاص كده، هو مؤهل لاي حاجه، لان هو اصبح مريض نفسي. ممكن سهل حد يتلاعب بدماغه يحوله الى طريق اخر، يتاجر بقى في مخدرات، يقتل، يتحول لارهابي، فهو مؤهل. طريقة ممهد. زي ما قلنا حضرتك، في ظروف كتيرة وفي مؤثرات كتيرة وصلتنا لده. ان الاب اللي بيفهم ان الحنان والحب لاولاده هو نوع من الدلع والنوع من لا، ده انت كده هتفسده وهتخليه يتحول زي ما قلت لارهابي، سواء ارهابي سياسيا او جنائيا، لان احنا بنشوف مجرمين بيعملوا الجريمة لمجرد ان هم يعملوا الجريمة، مجرد الطفل حس بالتفرقه بينه وبين اخواته، او حس بظلم، او ابوه ما بيشجعوش، او ابوه شايف ان هو يعني قليل الموهبه او قليل الادراك، الطفل ده بيحس بالظلم، بيبقى عايز يظلم المجتمع. واحنا عندنا طبعا في المحاكم كتير قوي قضايا كتيره بان الطفل اللي حس بالظلم بيكون اقرب الى الجريمه واقرب الى العنف من اي حد. طيب سؤالي بقى، انا عارف سؤالك انا ما جبتش عليه، بس انا بقصر ليه؟ انا عارف. فضل. احنا دايما بيقولوا ايه عقوبة المنتحر؟ طبعا السؤال دوت خطأ جدا جدا جدا، لانه السؤال ملوش معنى. المنتحر مات خلاص، تنقضي الدعوة الجنائية بوفاة المتهم، لانه هو الفاعل الجريم. هو مات، هو الفاعل. لكن السؤال ده عميق، مش غلط. طيب خليني اخد منك الاجابة على السؤال ده، بس هاخد المداخلة دي معايا اللواء ايمن جودة، لواء شرطة سابق. سيادة اللواء اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. صحة وسلامة. سلامة طيب يا ايمن بيه. اتفضل يا ايمن بينا، سامع سعادتك، اتفضل. والله انا متابع برضو الحوار الشيق ده، هي طبعا يعني بالنسبة للرؤية القانونية، هو طبعا هي الجريمة اذا تمت وتوصل المنتحر ده، فطبعا هي بتنقضي الدعوة الجنائية،
ولكن احنا عندنا برضه الحاله الثانيه اللي هي حاله تعمد اصابه نفسه. يعني احيانا بيبقى تعمد اصابه نفسه دي بقى اللي بيعاقب عليه لانه عايز. نعم. ودي كنا بنشوفها طبعا بصفه دايمه في حسام الشرطه في الحجوزات من بعض المسجلين الخطرين اللي هو بيحاول يعمل اي نوع من الالعاب اللي معتقد انها تفيده قانونيا يعني. او لاي سبب من الاسباب فبيتعمد اصابه نفسه. طبعا ده بيتعمل له تغيير طبي وتعمل له اجراء قانوني وبعد اختار النيابه العامه وبيتحقق معاه ب 70 نيابه وبيتحقق معاه في محبسه. واخد بال حضرتك سياده اللواء؟ اسمح لي ضمن جرائمه سياده اللواء اسمح لي اسمح لي بس يعني هقاطع حضرتك في ثانيه واحده بس قبل ما نسيب النقطه دي. يعني هو المنتحر خلاص انقضت الدعوه الجنائيه عشان هو مات خلاص، لكن من تعمد ازاي نفسه بغض النظر عن ان هو يكون مسجل خطر او حاجه، هو راجل اقدم على الانتحار لظروف اسريه وده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. تمام. فهو تعمد اصابه نفسه، ايه بقى العقوبه بتاعته؟ هو حضرتك العقوبة هو بيعاقب بالحبس، واخد بال حضرتك اسمها جنحة اصابة نفسه، تعمد اصابة نفسه. تعمد اصابة نفسه. العامة. تمام؟ والقضاء بيقدرها طبعا، هي سلطة تقديرية للقاضي، ولكن هي في الآخر بياخد حبس. بيتحبس في الآخر. بغض النظر بقى إنه كان جوه اسم أو بره اسم أو أيا كانت الظروف. نعم. نرجع بقى لموضوع لحضرتك، الموضوع المناقشة يعني. اتفضل. أولا هو موضوع الانتحار ده هو موضوع إنساني على فكرة من طول التاريخ الإنساني. وما فيش تقدر حضرتك تحط رابطة سببية بين الانتحار وبين سبب معين أو مجموعة أسباب تقدر تجمعها، فهي مختلفة وكتير جدا ولكنها تتوقف على طبيعة النفس الإنسانية نفسها. لأن هناك نفس أخرى بتوضع في نفس الظروف ما بتقدمش على هذا الفعل. واخد بال حضرتك؟ تمام. يعني في بني آدم او اثنين اخوات بمعنى اصح، لو انت اثرت مثلا زي المستشار ايمن ما قال واحد اضطهد من ابوه او واحد حاسس بالدلع او ايا كان السبب، طب ما له اخ ثاني ما برضه ما انحرفش او ما اتجهش في الانحراف النفسي او السلوكي انه يرتكب حاجه زي كده. فهي في جميع العصور هي متعلقه برضه بصحه نفسيه للمرتكب، بالصحه النفسيه للشخص. واخد بال حضرتك؟ يعني هو هي موضوع مرتبط باستعداد نفسي عنده. بدليل لو احنا حضرتك قلنا الظروف الاقتصاديه ممكن تؤدي بالواحد مثلا اللي هو الياس من الحياه والفقر والكلام ده، طب ما في ملايين ما ياسوش، بالعكس ده ظروفهم تطورت وكان عندهم اراده. صحيح. لو قلنا في سياسيين انتحروا، واخد بالك طبعا دي في البلاد اللي في بلاد اخرى مثلا زي اليابان وزي على سبيل المثال هتلر طبعا، فتبقى ظروف ضغطه جدا. واخد بال حضرتك ان هو يرتكب جريمه زي كده لان الضغوط كانت اكبر كتير جدا 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 من تحمله النفسي. واخد بال حضرتك؟ صحيح. والوضع اللي هيقول عليه بعد كده. طب سياده اللواء، اللي حضرتك بتتكلم سياده اللواء اسمح لي اسمح لي عشان يعني سؤال بقى من واقع تجربه حضرتك الحياتيه يعني كلواء شرطه، يعني احكي لي كده في السابق يعني في الماضي اثناء الخدمه حضرتك يعني من الـ يعني الـ الحوادث او الحالات اللي مرت قدام سعادتك الانسانيه اللي مرت قدام سعادتك نقولها للساده المشاهدين. هو حضرتك يعني هو الـ 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 الغالب اللي صدف معايا انا بيبقى غالبا على فكره برضو الناس اللي تفرق برضو بين انتحار او محاوله انتحار الرجل والمراه. المراه في نسبه كبيره جدا بتبقى اللي انا شفتها يعني بتبقى بنات متعلقه باسباب عاطفيه. واخد بال حضرتك؟ متعلقه باسباب عاطفيه ودي مهم على فكره في انتحار وحالات انتحار البنات. نعم. واخد بال حضرتك؟ احيانا برضو البنات والنسبه برضو الاهم منهم بيبقوا نتيجه تعثر في الدراسه في الثانويه العامه ما جاوبتش كويس. تمام؟ بتاع هي نفسيتها ضعيفه. هي وصلتها الضغوط انها تعمل كده. واخد بال حضرتك؟ طبعا الاهم بقى من كل الاسباب دي الوضع اللي احنا بنشوفه منذ ظهور ما يسمى بالتيار الديني ده، تمام، الزائف، واخد بال حضرتك؟ هو طبعا المحاوله ده قتل النفس العمد على اعتبار طبعا مفاهيم ان هو سيبشر بالجنه والكلام، طبعا الكلام الفارغ اللي بيتقال ده. فده معظم الحالات اللي الواحد كان بيشوفها اللي هي محاوله مثلا اللي هي التفجير، محاوله الحزام الناسف والتفجير والكلام ده بناء على معتقد مشوه وصله له واحد مجنون، واخد باله، اعتمد على جهله وعلى طبيعته وعلى تركيبته ان هو يوصله للفكره اللي هو يؤمن بيها وينفذها. واخد بال حضرتك؟ هي دي الاهم الحاجات اللي هي اللي احنا بنشوفها في السنين الاخيره ولسه هنشوفها. واخد بال حضرتك؟
لان سيدنا علي بن ابي طالب برضه لو بنتكلم في النقطه ديت في يوم انتصاره على الخوارج في نهروان، فواحد يبارك له يعني، واحد احد العامه بيقول له مبارك يا امير، فقال له لا سيدنا علي بن ابي طالب انهم موجودون في اصلاب الرجال وارحام النساء، يعني الفكره دي قائمه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، هتتبدل جماعات وتاخد نفس الجماعات من انباء الحشاشين ومن ايام ومن ايام انتهاء باللي انت بتشوفهم اليومين دول. طيب قال لك انهم في اصلاب الرجال وايه وارحام النساء، الفكره موجوده. طيب سيادة اللواء، يعني انا برضو عايز يعني في البرنامج يعني اعمل صوره حضرتك شفتها بنفسك في اثناء الخدمه لحاله انتحار او حاله ازاء نفس بسبب العنف الاسري، سيبك او مش سيبك، انه خلينا نركز في حالات الانتحار او ازاء النفس نتيجة العنف الأسري والمعاملة السيئة من الأسرة. أشهر الحالات اللي مرت عليك وأثرت فيك جدا وانت في أثناء الخدمة، ممكن ننقل هذه الصورة للسادة المشاهدين عشان يبقى سبيل يعني ننور بيه كده بقعة ضوء على هذا الموضوع. هي كانت حالة بالنسبة لي مؤثرة جدا في أحد المراكز، يعني ما فيش داعي لذكر في مصر، يعني في نطاق محافظة الأجوية. نعم. شغال في مدرسة الجنائية. تمام. فهي في بنت كانت على معرفه بولد طالبه جامعيه زميلها في الجامعه واكبر منها حاول يتقدم لها، وكان في بينهم علاقه حب يعني، واهلها طبعا كانوا مصرين يجوزوها واحد من قريب منهم بس مؤهل متوسط يعني. نعم. طبعا البنت ما فيش اي تناسب عقلي أو, او 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 اي حاجه، واخد بال حضرتك، ورفضت منطقيا وعقليا انها ترتبط بواحد هي حاسه ان هو اقل منها، اتنفذوا الضغوط عليها، تعمدوا ايذائها، حرموها من الجامعه، لحد وصلوا بنت في الاخر لمرحله التعدي عليها وربطها في البيت في السرير، واخد بال حضرتك، اعتقادا منهم ان هم كده بيحلوا المشكله، واخد بال حضرتك، وان هم بيعمقوها طبعا بيزودوها سوءا. تمام. وصل البنت طبعا لحاله نفسيه انها مرة حاولت الانتحار، الثانية فشلت نقلوها المستشفى، ثاني مرة برضه مع استمرار الضغط واستمرار القسوة والمعاملة السيئة والغباء، تقدر تقول عليه غباء يعني، البنت انتحرت. انتحرت. ماتت. قطعت شرايين ايدها. تمام. بآلة حد عثرت عليها بموس يعني. وفرقت الحياة نتيجة هذا التعنت وهذا الغباء وهذا العنف. ماتت المبرر ماتت. معها. رغم انها يعني كانت فكرتها منطقية وانا كان في كلية الهندسة. ماتت البنت يعني، ما كانش يعني البنت كانت في صناعه تكنولوجيا وكانت في كليه الهندسه، طبيعي يعني ومنطقي انهم يرتبطوا، وطبيعي انه يبقى له مستقبل، وطبيعي وطبيعي. فدي للاسف بتبقى افكار اسر وافكار ناس، وبرده اللي بترجع لعدم الوعي وسوء التعليم، ومفيش تعليم اساسا بالنسبه للاسر القديمه دي، فوصلت بها الحاله كده. حالة مؤثرة جدا الحقيقة، حاجة مؤسفة جدا جدا. شكرا سيادة اللواء أيمن جودة، لواء شرطة سابق، شكرا جزيلا لحضرتك على مداخلتك معنا. يعني حالة اهي، بنت متقدم لها حد، هي مش عايزين أهلها، تعنتوا ضرب إيذاء لحد ما البنت انتحرت. فإذا المسألة يعني بترجع برضو للبيت، المسألة في البيت ليها أسباب وليها مكونات. إحنا كنا توقفت أنا وحضرتك عند قصة المحرض على الانتحار، وسيادة اللواء ذكر لنا الحالة. أنا ما رضيتش أسأل سيادة اللواء، أقول له طيب والد البنت دي ووالدتها حصل معاهم إيه جنائيا؟ هل اتحاكموا؟ هل اتحبسوا؟ هل حد يعني اتعرض؟ مين اللي جاب حق البنت اللي دفعوها أهلها إن هي تنتحر؟ فأنا بتوجه بالسؤال لسعادتك تجاوب لنا عليه، تفضل. والله هو سؤال يدعو إلى الحزن. أنا عايز أقول بس قبل ما أجاوب على سؤالك، إن قبل الصحة النفسية كان لازم يكون عندنا صحة إيمانية، نعرف ديننا اللي بحق وبجد بيقول إيه، ونعرف إن رب العزة قادر على كل شيء، وإن اليأس كفر. ما كناش وصلنا لده. حضرتك قلت إن في عملية انتحار حصلت وانتهى ومات المنتحر مات. طب المسؤول عن مين؟ المسؤول عن في الحاله دي؟ يعني دي حاله حصلت قدام اللواء ايمن،
وهو بيخدم في محافظة القليوبية حصلت معاه القصة دي، شاف القصة دي بنفسه، ان بنت بسبب تعنت اهلها وقسوتهم عليها اقدمت على الانتحار، قطعت شرايين إلها وانتحرت ماتت. القتل ده القانون بقى يقول ايه؟ انا بقول لسعادتك هبسط لك الامور عشان في اخواتنا وحبايبنا المشاهدين بيسمعونا، فنبسطها جدا ونقول ان لو حد حرض حد على قتل شخص ثالث طبعا الاثنين بيبقوا شركاء في الجريمه، القاتل والمحرض. ولو كان في شخص اخر قدم لهم المساعده او حد قدم المساعده ليهم فبرضه بيكون شريك في الجريمه. انا دلوقتي عندي حاله، أي أنا خليني بس أوضح الموضوع، أنا عايز بس أفصل الحالة دي للمشاهد عشان كل أب وأم يعرف مسؤوليته إن هو هيحاسب من في هذا الموضوع إذا أهمل في مسؤوليته. البنت انتحرت خلاص، مين بقى اللي حرضها على الانتحار؟ المفترض يعني أفعال والدها ووالدتها. القانون ببساطة نقول إيه بقى القانون؟ ما أنا بقول لحضرتك القانون بيقول إيه؟ بيقول إن المحرض والمساعد ومن يروج الفكرة هو شريك في هذه الجريمة. المتهم الأول اللي هو المنتحر توفى تنقضي به الدعوة الجنائية، والمفترض إن سلطات التحقيق والجهات الأمنية تدور وراء سبب انتحاره وتقدم المتهمين الحقيقيين للنيابة. ده كلام من ناحية النظرية أنا شايفه إن هو سليم، لكن من ناحية الفعلية ياما كتير قوي نصوص قانون معطلة وما بتتعملش بيها. طبعا لما يكون في ظاهرة انتحار بتيجي سلطات التحقيق والجهات الأمنية سبب الوفاة مفيش شبهة جنائية، انتحر دفن خلاص دون بحث. وأنا بطالب سيادة النائب العام الرجل المحترم ظهرنا وسندنا ودايما بيستجيب لينا إن دايما يكون في تحقيق فيما وراء أسباب الانتحار وتقديم من دفع المنتحر إلى فعل هذا الانتحار بتقديمهم الى المحاكمه الجنائيه. المفترض في حاجه اسمها تحريات مباحث، المنتحر ده انتحر اسباب انتحاره ايه؟ ونقول الاسباب دي بمنتهى الشفافيه ونقدم الشهود. ده طبعا انا عارف ان ده مجهود كبير على الجهات الامنيه طيب سيادتك وصعب جدا تنفيذه، لكن انا عايز سيادتك تقول ايه بقى؟ انت بتقول لي لازم انه نظريا موجود لكن عمليا ما بيحصلش. طبعا ما بيحصلش. طيب في القانون هنا بيقولوا في حاله وفاه الطفل بسبب الاهمال الاسري بيحرر محضر اداري ويحفظ حفاظا على نفسية الأب والأم الذين فقد طفلهما، ولا توجد مادة صريحة تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها. لا، في مادة صريحة بتجرم الإهمال ضد الطفل، ولكن احنا هنفرق بين اللي هو قانون الطفل المصري. أيوة بيجرمه اللي هو 126 سنة 2008. احنا هنفرق بين كذا حاجة، وارجو حضرتك يعني تديني الفرصه عشان اقول لسعادتك. انا 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 جاي اسمع حضرتك يا فندم عشان نفيد الساده المشاهدين. اتفضل حضرتك وضح لنا النقطه دي ملتبسه علينا. صور الاهمال العمدي والاهمال غير العمدي. ست تخافلت عن ابنها فاصابه اصابه، ده بيتعمل بيها محضر وغرامه تافهه جدا انا مش هقولها، وبتحرر بيه محضر ويعني محدش كان بيدفع الغرامات دي كمان. تمام، انا يعني بكلمك بمنتهى الامانه. أما القانون بينص إذا كان الإهمال صدر عنه، الإهمال الغير عمدي طبعا صدر عنه قتل للطفل، شفت المفاجأة بقى صفوت بيه إيه؟ لا عقوبة، مفيش عقوبة نهائي. يعني لو أم أهملت وأدى هذا أو أم وأب أهملوا في قتل طفلهم لا توجد عقوبة، لأنها قضية يعني غير عمدية. وبيقول القانون مراعاة لمشاعر الأمومة والطفولة. ما هو ده اللي انا قلته لحضرتك في قانون انما الدكتور. في شكل انت حضرتك خلطت بين نوعين تاني بقى. طيب اتفضل. اما الجرائم الاهمال انا استاذنك بس الناس مهتمه جدا بالموضوع لانه فعلا بقى ظاهره، فعندي مداخله تليفونيه تانيه من اسوان. دوابه من اسوان، اتفضل. حضرتك الشخص اللي مدرك لقيمه نفسه مستحيل ينتحر، ومهم جدا دور الام بالذات في تربيه الاطفال، لان الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. حضرتك الطفل لما يكون عارف لقيمه نفسه بالحنان والرعايه والحب والامان عمره ما حينتحر حضرتك، لانه هو مش محتاج ان الاخرين يدوه اهتمام عشان خاطر يعيش وسطهم، لا هو عارف ومدرك لقيمه نفسه. ويا ريت كل ام وكل
بيبقى مشروعهم في الحياة هذا الطفل بالحنان والرعاية دوابة. دوابة أنا معلش ده عايز أحييكي دوابة لو سمحتي. كمل طيب خليك كمل. اتفضلي كملي كملي يا ست الكل كملي يا فندم كملي. نعم كملي. ويطلع عنده الوازع الديني إيمانه بالله، لأنه لأن الإنسان المؤمن بالله والواثق من نفسه عمره ما ينتحر. نعم. فالأمه بيعملوا تقربهم إلى الله هذا الطفل، يزرعوا فيه حب الله وقيمته لنفسه، وإن هو يكون إنسان ناجح ومنتج. والعلم مهم جدا، حبه للعلم وحبه للدين وحبه للعلم، وإن في ربنا رقيب عليه في كل وقت، ده مهم جدا. ويا ريت كل أم تفصل الطفل عن يعني اللي بتحبه ولا بتقرأ، وتخلي بس هو يحب الاستقامة والعلم والتدين، عشان يطلع لها إنسان ناجح في المجتمع وإنسان ناجح لنفسه وللي حواليه. وشكرا لحضرتك. دوابة استني بس، أنت من أسوان منين؟ خط فصل ما لهاش مجال. انا عايز اعرف ساعتها. انا هي بتتكلم كلام جميل خالص يعني. دوابه من اصدقائي اوجزت الموضوع. محاميه هي بيقولوا لي في الاعداد محاميه واوجزت في الـ في الـ في الموضوع التعليم اضفت ليا معلومه جديده. هي دايما من اصدقاء برامج الصحه والجمال كلها، ومن اصدقاء القناه. ودايما ارائها جميله، وساعات بنختلف، بس هي بصراحه انا بحييها لانها دايما متابعه قناه الصحه والجمال. انا بحييك يا دوابة، وبحييك جدا جدا جدا. هتوصل لها التحية بتاعتك اكيد طالما هي بتتفرج. احنا بنحييكي، وانا بحييك يا دوابة ان انت اوجزتي التعليم والاسرة مهمين جدا وفي رعاية الاطفال. نيجي بقى الجريمة لصحتك. الجريمة الجزء الثاني. احنا قلنا الاهمال، الاهمال الغير العمدي قضية اي كلام. اما في وفاة الطفل فمراعاة للحزن الاب والام لا عقوبة. نيجي بقى لصورة تانية خطيرة جدا بنشوفها كتير قوي، وبيساهم فيها برضو المجتمع والجهل والقيم البالية اللي احنا دايما الاباء والامهات بيتمسكوا بيها وهي بالية. دايما غالبا ممكن تكون الام بتلقي بطفلها في مكان غير معمور بالادميين. دي جريمة بنسمع عنها كتير. يعني معلش عيد تاني الكلام كده تاني. الام بتلقي بابنها في مكان غير هو القانون معمور. القانون عاقب اي شخص. بس انا بتكلم على حتة يعني صغيرة جدا. هي الام اللي بتولد وتربي ابنها وبتاخد قرار ان هي ترميه في مكان غير معمور بالادميين. طبعا القانون بيقول لو ما فيش اي نتيجة سلبية على الطفل بيتعاقب بالحبس، لكن اذا كان اصيب بعاهة مستديمة، لان ممكن حيوان مفترس يعني يقدم جزء من جسمه. يعني قصد حضرتك ان هي تسيبه في مكان مش صالح للتربية. لا بترميه في الشارع. بترميه في الشارع. عشان يبقى يعني كلامنا سليم كده. يا فندم. وكلامنا مباشر. بترميه في الشارع. ده صورة من صور الاهمال. ان تسيب طفلها في الشارع قدام العربيات والكلاب والحيوانات الضالة في الطريق. اتفضل. سواء بتتخلص بيه منه بجريمة شرف، لانها خايفة ان المجتمع ما يساعدهاش، لان كلنا بنخطأ. وسيدنا عيسى قال من كان منكم بلا خطيئة فليرمى بحجر، ما رماها احد قط. لكن النهاردة احنا بنتصيد لبعض الاخطاء. فبنت غلطت او بقت ام بتدفع ان هي ترمي ابنها في مكان غير معمور بالادميين، يعني بترميه في صحراء معرض ان هو يموت طبعا، وكون دي ظاهرة. هنا بتعاقب بجريمة القتل العمد. يعني دي عقابها جريمة قتل القتل العمد. قتل عمد. احنا ايه اللي خلانا بسؤال الاهم من العقوبة، ايه اللي خلانا ندفع ام بمحض ارادتها اكيد بتحب ابنها ان هي ترميه في مكان غير معمور بالادميين عشان تقتله؟ ده بقى يجاوب عليه المجتمع، عشان تعرف ان المجتمع كله ضحايا وكله جناه. نيجي بقى لو هي كانت قلبها حنين شوية، وبنشوف ده غالبا بتكون الام يعني الجدة والام بيشتركوا مع بعض عشان يتخلصوا من الطفل لاسباب كتيره جدا، مش بس الشرف، وبيسيبوه في سوق مكان معمور وسط الناس. وسط الناس عشان اي حد ياخده. عشان الشيله يشيلها حد غيرهم، لان هم استاذنك معلش مره ثانيه انا اسف المقاطعه المره الرابعه والخامسه انا اسف لا بس الناس تفاعلت معانا. حسام من الاسماعيليه، استاذ حسام اتفضل. حسام من الاسماعيليه اتفضل. الو السلام عليكم. اتفضل يا استاذ حسام. عليكم السلام. ايوه يلا حضرتك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبين. كل سنه وانت طيب يا فندم. انت بالصحه والسلامه. حضرتك هو الفكره كلها
ده كله كلام مظبوط وزي الفل، بس المشكله الاجيال النهارده اللي طالعه يعني الاغلبيه عايزين يوعيهم، عايزين وعي، يعني عايزين وعي زياده عن اللزوم. عايزين ايه يا استاذ حسام؟ ايوه فندم. صوتك بيقطع يا استاذ حسام، يا ريت تتحرك حته. ممكن اتفضل. شبكه. اتفضل. اتفرج اتحرك حتى حته فيها شبكه. تمام. هو المقصود ان حضرتك اعلان، تمام؟ المفروض يوعي الشباب، لان كان زمان كنا بنقول ايه؟ يعني جيل الثمانينات خد شويه حلوين من السبعينات وخد شويه وحشين من الجيل بعد بعديه، يعني اللي هو الثمانينات 85 والتسعينات والكلام ده كله. فالمفروض الاهل يكون عند الولد اللي بيكبر وبيتعلم وبيدرس وبيشتغل هيخلص شغله هيروح ينام، اللي نفسه في حاجه اشتغل وسعى وساعد ومفيش اي مشكله، لكن ان انت تقعد هتنام في البيت وهتقول هات منين؟ في المقصود كلام حضرتك استاذ حسام احنا مش سامعينك خالص، يا ريت تعيد الاتصال مره ثانيه، اتصل بينا ثانيه. انا فهمت من كلامك ان انت بتطالب الاعلام بدور في توعيه الشباب بهذا الخطر. اتفضل يا استاذ. في نوع تاني من الجريمة اللي هو بيرموه في مكان معمور بالأدميين عشان حد تاني ياخده ويتكفله، وطبعا بيتعاقب بالحبس. وطبعا كاميرات المراقبة اللي هي ليها دور أمن كبير جدا بتكشف هذه الجرائم، لكن عندنا جريمة أخطر وأكبر وأكثر حزن. ده في الأطفال اللي هم أطفال السفاح، أنت بتتكلم على أطفال السفاح ومن غير سفاح. تمام. أنا هقول لك الجريمة الأكبر اللي هي بقت منتشرة كتير جدا، إن الأم بإيديها، الأم رمز الحنان ورمز العطف وهي الحبل السري بيني وبين الحياة، هي اللي بتاخد قرار، وقرار بمنتهى الفكر والوعي، ان تقتل ابنها او ابنائها. ليه تفتكر؟ ليه؟ عشان تقطع قلب جوزها. الخلافات الزوجية بتدفع الام ان هي تقتل ولد او اولادها عشان تنتقم من الزوج. شوفوا احنا وصلنا يا مصريين لايه؟ احنا مش بس عايز عاقب هذه الام اللي هي لو اتعدمت 1000 مليون مره مش هيشفي غليلي انا، ما بالك بالزوج وما بالك باسره هذه الاطفال الضحايا، لكن عايزين كلنا نجلد نفسنا. وايه اللي وصلنا وايه الاسوه دي دخلت بينا ازاي؟ انا قلت طبعا اسباب كتيره، ولازم الاول يا مصريين ويا عرب ويا مسلمين ويا كل شعوب العالم حكموا نفسكم قبل ما تحكموا اي مجرم. في جريمه بقى ألعن. الجريمه الجايه هناخدها بعد حسام. رجع لنا تاني من الاسماعيليه استاذ حسام. استاذ حسام. استاذ حسام مساء الخير. الو. خير. اتفضل يا استاذ حسام. لا واضح ان انت مالكش نصيب النهارده، فيا ريت يعني تعيد الاتصال. الشبكه وحش معاك خالص، احنا مش سامعينك خالص. كنا بنقول طيب ان في جريمه احنا ألعن. انت حضرتك بترصد. طب اكمل يعني بس اللي انا فهمته بس عشان المشاهد يبقى معانا على البتاع. انت رصدت اطفال اهمال وفي حق اطفال السفاح، وبعدين غير اطفال السفاح قتل وايذاء نفسي واسري للاطفال لاثاره غيره الزوج او للانتقام من الزوج. الصوره الثالثه ايه بقى؟ الجريمه الثالثه. اتفضل. جريمه اخطر مما تتخيله. طبعا احنا هنقول طبعا على السريع كده حروب الجيل الرابع والخامس والالعاب الالكترونيه، طبعا ده سبب احنا شبعنا كلام فيه، لكن في جريمه كبيره جدا اكبر من كل هذه الجرائم، هي جرائم الانتحار على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تصدير تجربتي قدام الناس، وان لما اموت هبقى مشهور. وفي ألعن من كده ان في بعض فتيات التيك توك والمشاهير على مواقع السوشيال ميديا بيعملوا جرائم انتحار على الهواء مباشرة فاشلة. يعني مثلا واحدة يعني هي عارفة نفسها كويس كانت بتنتحر، بتقطع شرايين ايديها من هنا. انت عارفها شخصيا؟ عارفها طبعا، عارفها. يعني انت بتكلمها دلوقتي؟ انا بكلمها والناس كلها عارفاها. يعني هي موجودة على السوشيال ميديا؟ من نجوم السوشيال ميديا. من نجوم السوشيال ميديا. كويس. يعني عايزين نبقى نخلي حلقة تانية عن تجربتها يعني. انا مش بهاجمها. هي طفل يعني فتاة. يعني انت من فتاة بترصد، انا قلت ان انت بترصد مشهورة. مشهورة. انت بترصد الحالات اللي يتم فيها ايذاء الاولاد بسبب الاهمال الاسري ايا كانت اسبابه. ده المتاجره بالانتحار. الفتاه دي ظروفها الاقتصاديه وظروفها العائليه والاجتماعيه، هي من نجوم التيك توك، مش هقول على اسمها دلوقتي، نبقى نعمل لها حلقه منفصله. بتنتحر على التيك توك، بتعمل لايف بالانتحار على التيك توك.
في مكان غير قاتل عشان تروج ان هي عندها مشاكل وعشان تشوف المشاهدات وعشان حالها الاقتصادي يعني حالتها الاقتصاديه تتحسن وكده. ده بيقنع ناس ان هم يقلدوها. وكان في احدى الفتيات برضو اخرى بلعت شويه برشام كده قدام الناس وقال لحقوها في اخر لحظه. المتجرب فكره الانتحار سواء لغرض الكسب المادي. انت حضرتك واخد بالك انت بتقول ايه؟ ايوه بقول ايه طبعا عارف. متجرب الانتحار أيوة. وده موجود على السوشيال موجود ميديا. موجود يا فندم. ده بقول والتيك توك وبتاع. ايوه يا فندم ايوه فندم موجود الكلام ده. ايوه يا فندم حضرتك اتفضل. الكلام ده مرصود والكلام ده يعني ممكن ترجعوا لمواقع السوشيال ميديا وممكن اوعد حضرتك نعمل حلقه عن الموضوع ده. اتفضل. بس انا اعرف مثلا انه يعني في عندنا جهات مختصه مسؤوله لما بيبقى في حد بيسيء التصرف باستخدام السوشيال ميديا والتيك توك واليوتيوب والحاجات دي بيعمل حاجات مخله او مسيئه فبيتم القبض عليه وكده يعني. فاذا كان في حد بيروج لفكره الانتحار على السوشيال ميديا فاحنا نقدم بلاغ للنائب العام على الهواء. قدم بلاغ للنائب العام على الهواء. انا اقول لسعادتك انت الحالتين دول انت دلوقتي مش بتتكلم عن البني ادمه او الشخص. انا مش بقول بني ادمه كذا كذا الشخص ده. بتكلم على المشاهير. انت بتتكلم على المشاهير فده موضوع لا يستحق ان انت تسكت عنه. انت راجل محامي ما تقدم بلاغ للنائب العام. النائب العام انا اقول لحضرتك ده ده, ده 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 الاف ممكن الاف يقلدوها. أيوة يعملوا طبعا. زي ما هي بتعمل. ايوه طبعا. انا كنت فارس الحرب ضد فتيات التيك توك وطبعا حضرتك ممكن تراجع الكلام دوت كده. لكن الواقعتين دول بالذات مشاهير التيك توك فتاتين من فتيات التيك توك نبقى نعمل لهم حلقه ونجيب لكم الفيديوهات ونقول لكم للاسف الشديد مرت مساله مرور الكرام. مساله مرور الكرام لان فكره التجريم على الانتحار او التحريض عليه او المساعده غير موجوده لا امنيا ولا في السلطات القطعيه. مفيش عقوبه. لا في عقوبه والعقوبه موجوده يعني دي اللي بتنتحر على الـ على الـ بتروج لفكره الانتحار. عقوبتها ايه؟ عقوبتها الحبس. ولو كان في حد وصل بيه ان هو يقتضي بيها وينتحر انت عارف فهي تكون عقوبتها عقوبه القتل العمد ولا ما حدش اقتضى بيها. اكيد احنا بنقول بقى مش ليها متابعين ملايين. اي حادثه انتحار انا بوجه رساله للامن. اي حادثه انتحار وسلطات التحقيق وسياده النائب العام العظيم ان هو يحقق في دوافع انتحار هذا المنتحر وما يبقاش قضيه واتقفلت مجرد انتحر وانقضت دعوه جنائيه ضد هذا المنتحر وخلصنا. لان شوف انتحر ليه؟ اقتضى بمين؟ الالعاب الالكترونيه اللي وصلت اولادنا وحضرتك شفت والالعاب الالكترونيه ناس كتيره قوي جنبنا ومن اهلنا انتحروا عشان خاطر الالعاب هذه الالعاب الالكترونيه. انا قدمت بلاغات للنائب العام بحجب هذه الالعاب وطبعا ده مجرد بلاغ رمزي. يا ريت تقدم بلاغ كمان للنائب العام وبنوجه كلامنا للنائب العام هنا يا جماعه. بنقدم بلاغ لنائب العام المصري المحترم انه في ناس بتحرض على الانتحار على مواقع التواصل الاجتماعي وده يعني جريمه في حد ذاته جريمه. احنا بنلفت نظر النائب العام ونرجو من سياده النائب العام ان هو يشوف هذا الموضوع. يعني ازاي يبقى فيه على التيك توك ونجمه من نجمات التيك توك زي ما بيقول الاستاذ نجمتين زي ما بيقولوا الاستاذ ايمن محفوظ من المشاهير بينتحروا على الهوا لايف عشان يجمعوا لايكات وبتاع وكلام من ده تحريض على القتل او 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 زي ما هم بيقولوا حالتنا النفسيه وحالتنا الاقتصاديه عايزين نوضح للعالم ان احنا عندنا مشكله. اصبح الانتحار حالتها النفسيه ما تروح لدكتور او تشتغل او تشتغل عشان تحسن حالتها الاقتصاديه. احنا عندنا الملف ده كبير جدا وعايزين نوجه زي ما قال حسام الاسماعيليه انا بشكره على ان هو بيقول ان ده دورنا. بس انا عايز اقول كلمه لكل اعلامي بيوعي الناس وبيحسهم على هذا. انا هاخد منك الكلمه لكن عندي اتصال تليفوني استاذ ناصر من القليوبيه. طب كنت كملت الكلمه. السلام عليكم. قول الكلمه ما تخافش والله انا ما بنسى. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ ناصر. حضرتك انا مطلق بقالي فتره وبقالي 10 سنين وشهرين اتنين ما شفتش ثلاث اولاد. وما رحت لبنت في المدرسه من ثلاث سنين بيت ولع من عن طريق الجن. البيت ولع عن طريق الجن؟ مش موضوع حضرتك. انا بقالي دلوقتي 10 سنين في قضيه اربع صحرا سفلي مدمرين اسر خمس اسر انا واهلي وعامل محاضر واحد اتقبض عليه خد ست شهور وطلع وهو ولاده دلوقتي اربعه قسما بالله انا قاعد متكسح دلوقتي وعملت استغاثات انا عامل من عن طريق
طيب استاذ ناصر شكرا جزيلا. احنا يعني النهارده احنا بنتكلم في موضوع تاني خالص، لكن ارجو انه يكون حد سمعك. اتفضل، يعني لك مطلق الحريه تقول اللي انت عايزه يا استاذنا، اتفضل. انا عايز اقول ان انا اسف على المقاطعه، لكن لما يبقى في جمله كانت جمله وكان خلصت وراحت خلاص يعني ده بس لا ما راحتش ولا موجودة. حاجه انا دايما في كمبيوتر، انا عارف. انا دايما بشوف ان في بعض الناس بتهد همم الاعلاميين اللي بيوعوا زي حضرتك. انت كنت هتوجه رساله للاعلاميين. ما انا هقول فضل. ما انا هقول قول يا باشا. انت مستعجل ليه؟ لا انا مش مستعجل، انا عايز اسمعك. في ناس بتهد جهود الاعلاميين العظام، نعم، اللي بيعملوا رساله كبيره زي حضرتك وبيوجهوا الناس وبيقولوا لهم هتعملوا ايه؟ محدش هيسمعكم. الناس بتسمع مشاهير وفتيات التيك توك اكتر منكم، هتعملوا ايه وهتاثروا في ايه؟ لا، الكلمه الصادقه بتاثر، وانا بوجه كلمه لكل الاعلاميين العظام، اوعى تيأس، كلمتك بتاثر وكلمتك بتوصل لكل المسؤولين والدوله بتتحرك، وياما في مشاكل كتيره قوي حركتها كلمه من اعلامي. وخلي بالكم واقول لكم على حاجه، أكبر ناس مشاهير في الدنيا وأكبر ناس أجورهم أعلى من أي حد هم الإعلاميين اللي الناس بتسمع لهم. أنت هتوصل بإذن الله بكلمتك إنك هتخدم وطنك وتخدم دينك وهتخدم نفسك إن شاء الله، ومحدش يضيع همتكم أبدا، لأنه الناس بتقولهم مين هيسمعكم؟ أنتوا بتقولوا الكلام دوت ومحدش هيسمعكم، صوتكم ضعيف، بالعكس ده صوت الحق قوي طبعا، وصوت الحق باذن الله هو المنتصر. اشكرك يا استاذنا الفاضل، يعني حضرتك يعني طبعا بنشكر دعمك لرجال الاعلام يعني، والاعلاميين لن يملوا ولن يكلوا، ودائما هناك اعلاميين شرفاء طبعا، وهناك دائما من يحب هذه البلد، وهناك دائما من يدافع عن الشعب المصري، وهناك دائما من في صف البلد وفي صف الشعب المصري مهما كان، حتى لو لا يتقاضى اجرا. يعني في ناس انا اعرفها لا تتقاضى اجرا من الاعلام او اجورها ضعيفه جدا، ولكن الحب لا يقاس بالمال. طبعا طبعا حب مصر لا يقاس بالمال، والاعلام اللي هو بيطلع يتكلم عشان بياخد فلوس انا بعتبره ان هو يعني هي المساله مهمه طبعا، وبياخد فلوس وده شغله وحقه ان هو ياخد اجره وكل حاجه، لكن الحب هو الاساس، وده دور وطني وواجب على كل اعلامي وكل صاحب قلم وكل صاحب فكر في هذا البلد، ان يخرج ويتحدث وينصح المجتمع ويقول اللي عليه ويعمل اللي عليه، واكيد الناس بتسمع والناس بتشوف والناس بتتفاعل مع الاعلام الصادق الجاد، والحب يعني بيبادله دائما حب. طيب انا بشكرك مره تانية. انا بشكرك. عايز اسالك على يعني خلاص احنا عرفنا الاسباب بتاعه العنف، انت رصدت لي ثلاث ظواهر، يعني انا لازلت لا اصدق ان يعني في ام يعني يصل بيها اليأس، انا مش بقول ان هو جرم، يصل بيها اليأس ان هي تترك طفلها في مكان للحيوانات او مكان غير معمور بالبني ادمين او في سوق زي ما حضرتك وصفت عشان حد يتبناه. طيب هنا بيتبادر لذهني سؤال، اليس عندنا في مصر من المجتمعات او الجمعيات الاهليه والدوله ليها دور في تنظيم مثل هذه الحياة؟ يعني أنا أعرف أنه لابد أنه يكون هناك دور، هو في دور رعاية، أنا عارف أن في أحداث وفي أماكن لهؤلاء الشباب، لكن المسألة يكون المسألة أكبر من أن احنا نلاقي طفل فنروح مدخلينه إحداثية. ليه ما يبقاش فيه؟ هل القانون المصري بيبيح التبني مثلا؟ طب ليه المسألة ما تاخدش شكل تثقيفي يعني احنا ليه ما نخليش المسألة ثقافية في ثقافة الشعب المصري، ان ده دور علينا، ان مثلا لو أسرة لا تنجب فايه المانع انها تتبنى طفل من هؤلاء من الاطفال دي؟ برافو عليك. اسئلة حضرتك عظيمة جدا، وانا بحييك عليها، واعداد رائع، وبشكرك وبشكر فريق برنامجك الجميل. الدولة بتبذل مجهودات خرافية، اولا حق الطفل في الدستور، في كل الحقوق كلها مكفولة للطفل في الدستور. انا عارف ان وقتك ضيق، قانون الطفل أعطى مزايا وحقوق للطفل خطيرة جدا، اتفاقيات دولية كبيرة جدا بين مصر. القانون الجديد اللي بيتكلموا عليه يا أستاذ إيهاب، يا ريت نشرحه للأستاذ المشاهد. يا أستاذ ما أنا آسف، أستاذ أيمن محفوظ أنا متأسف خالص.
الاستاذ ايمن محفوظ. ده انت اسمك على اسمي على فكره. يعني انا اسمي كده محفوظ في الاخر برضو يعني. طيب استاذ ايمن محفوظ، قول لنا قانون الطفل الجديد اللي تم الحديث واثير عنه يعني احاديث كثيره الفتره اللي جايه، وهل القانون ده بيتلافى العيوب التي ذكرناها؟ واحنا قلنا المنتحر خلاص انقضت الدعوة الجنائية، والمحرض بتحفظ الدعوة بالنسبة للأب والأم حفاظا عليهم، هل القانون الجديد ده فيه أي جديد؟ والله أنا بقول لحضرتك مش العيب في القوانين. هو القانون ده لم يفعل ولم يصدر فعلا، إنما هو قانون الطفل فيه ضمانات. أنت حضرتك كنت بتسأل على دور الدولة، دور الدولة في لجنة لرعاية الطفولة، في المجلس الأعلى لرعاية الأمومة والطفولة، في محكمة الطفل اللي احنا فاكرينها بس بتعاقب الأطفال، لا دي هي كمان بتقوم سلوك الأطفال. حضرتك سألتني عن الأسر البديلة، أيوة في نظام الأسر البديلة. أنا قلت طبعا أنت سألتني سؤال مباشر قلت لي القانون المصري بيعترف بالتبني، فأنا قلت لك بسرعة لكن هو ده خطأ يعني، لكن خطأ غير مقصود. القانون المصري بيعترف بالأسر البديلة ولا يعترف بالتبني. الأسر البديلة أنت لما تكون شايف نفسك مؤهل أن أنت ممكن يعني تستضيف طفل عندك وتكون أسرة بديلة عند صورته التي أهملت أو أي شرط أي ظرف، يعني الطفل ده كان عنده ظروف وأنت عايز ترعاه، بتقدم طلب للجهة الإدارية الخاصة وبيتعمل فيه موجود يعني متاح جدا. وطبعا في كمان مش بس بيسلموا الطفل للأسرة البديلة ويسيبوه، لا ده في مراعاة وتقريرات شهرية، وكمان طبعا ما يجسي ان هو يكتب باسم حد يعني من الأسرة البديلة، وكمان القانون بيسمح ان هو ممكن يسافر معاهم بس طبعا باشتراطات معينة عشان خاطر ضمان حماية الطفل. طيب معانا الأستاذ محمد من القاهرة عنده قصة عايز يحكيها لنا. أستاذ محمد أنا سامعك، اتفضل. خط قطع، خط قطع، هيتصل بينا محمد تاني من القاهرة. طيب كنا بنتكلم إنه قانون الأسر البديلة موجود. موجود. هل ده جزء من القانون الجديد؟ ده نظام موجود لكن موجود فعلا. موجود لكن فعلا غير مطبق. لا مطبق بالفعل. يعني أنا ما سمعتش إن في أسر بديلة في مصر، يمكن أول مرة أسمع من سعادتك إن في مسألة الأسر البديلة. أنا أعرف إنه مثلا في دول متقدمة زي يعني في دول متقدمة كثيرة في العالم، بلاش نذكر أسماء دول، في أمريكا مثلا أو أي حتة في حاجة اسمها الأسر البديلة، إنه الحكومة أو الدولة بتتدخل في حالة مثلا الأب غير سوي عمل حادثة أو عمل إجرام أو عوقب بالحبس، أو الأم يعني مدمنة مخدرات أو بتتعاطى كحول أو غير قادرة على إنها ترعى الابن أو البنت، فبيتاخد الولد أو البنت ده منهم بمعرفة الحكومة ويتم يعني إيداعه عند أسرة تانية تكون مؤهلة أو بتكون مقدمة طلب للحكومة إنه محتاجين إن هم يتبنوا طفل، إن هم لا ينجبوا لأي سبب من الأسباب، فبياخدوا الطفل ده بيحطوه عند الأسرة دي ويتربوا، ويبقى في زيارات من الحكومة للطفل ده لحد يراعوا يعني الولد ده لحد ما يكبر. هل الموضوع ده مطبق بنفس مطبق بالفعل بنفس في مصر بنفس الشكل ده وباحسن كمان من الشكل الغربي اللي احنا بنحلم بيه؟ بالعكس ده مطبق وافضل 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 أنا وافضل. انا بقول لحضرتك احنا بنحلم بيه، انا بقول لحضرتك ده اللي انا شفته حضرتك يعني شفته. هو ده موجود، موجود على ارض مصر احسن من النموذج الغربي. بعيدها تاني اتفضل يا فندم. النموذج الغربي اللي بتساعدنا طبعا اللي انتوا بتقولوا او يعني اللي بعض الناس اللي هم شايفين ان الغرب يعني مهتم قوي بقضايا الطفل اكتر مننا او بقضايا الانسان اكتر مننا، لا نظام الاسر البديله، ولما يكون النيابه العامه او نيابه الطفل او نيابه الاحداث زي ما ايا كان بيسموها ايه او محكمه الاسره، اذا لو شافت ان هناك خطر وخطر داهم بتقدر تنقل هذا الطفل الى دار رعايه او الى مستشفى او لاسره بديله. طبعا الكلام ده مطبق في مصر وبخطوات رهيبه، وفي كمان خط نجدة الطفل في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لما بيشوف أي انتهاك، لأن كنا شفنا بعض اليوتيوبر كانوا بيتاجروا ببنتهم وكانوا بيفزعوها وقعة شهيرة جدا. أنا طبعا أنت محرج عليا ما أقولش أسماء، وأنا النهاردة مش هقول أسماء مع أني دايما بقول أسماء بس الناس كلها فاهمة. تدخل بسرعة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وتقدم بلاغ وتضمنت معاه هذا البلاغ، وتم حبس اليوتيوبر اللي كان بيفزع بنته. دي مصر، مصر اللي انتوا مش عايزين تشوفوها، مش حضرتك يعني بعض الناس المواطنين اللي مش عايزين يشوفوا مصر هي ايه على حقيقتها. ابحثوا. السؤال يا فندم، لو حضرتك لم تتقدم بهذا البلاغ
الاول قدموا مجلس الاعلى. طيب. مجلس القومي لرعايه الامومه والطفوله هم اللي بدروا بالبلاغ والبدره يعني كانت معا. من المجلس القومي للامومه هي الحكومه هي ما انا فاهم عشان ما. عشان انا والله انا عايز يعني اقول الكلام ده للساده المشاهدين يسمع السيد المشاهد يسمع ويفهم ان الحكومه بتاخد اجراءات طبعا على في هذا الموضوع. يعني المجلس القومي للامومه والطفوله يا جماعه اذا في حد شايف اي طفل يتعرض للايذاء البدني او النفسي من جاره من حد جنبيه في الشارع من حد يعرفه يبادر بابلاغ المجلس القومي للامومه والطفوله وهم يتخذوا الاجراءات اللازمه لحمايه هذا الطفل. حمايه الاطفال مسؤوليتنا جميعا. انا بس كنت عايز اخد من حضرتك هذا ده اللي حضرتك بتقوله ده ده نص ماده انت قلت نص ماده في قانون الطفل. اي انسان اي شخص يقدم ما في مكنته حين يرى اي انتهاك لحقوق اي طفل في اي مكان انه يقدم بسرعه للبلاغ للسلطات والسلطات هتتحرك فورا. احنا قلنا الحكومه اتحركت يعني الحكومه مش هتعرف لوحدها يا جماعه طبعا انه هذا الرجل غير سوي او هذه المراه غير سويه. الحكومه مش هتعرف لوحدها لازم احنا نحافظ على مجتمعنا. المجتمع انا وانت والاستاذ ايمن وكلها احنا المجتمع احنا اللي بنخلي مجتمعنا كويس نحافظ على مجتمعنا وفي نفس الوقت بنهمل في مجتمعنا اذا تركنا هذه الامور. اتفضل استاذ ايمن. ده دور زي ما قلت ان المجتمع كله جناه وكله ضحايا بس احنا برضو كل المجتمع عليه دور. كل انسان انا بعتبره ترس في آلة كبيرة اسمها آلة الوطن. ده صحيح. كل الانسان يشوف شوف حضرتك بالفطرة قلت نص مادة موجودة في قانون الطفل انا ما اعتقدش انك قريتها. لا انا ما قريتهاش. لا ده القانون ودي مصر ولما نقول ان دي مصر ومصر كويسة ومصر والحكومة بتقدم مجهودات كبيرة جدا وجميلة جدا نرجع تاني لتغيير المفاهيم ويقول لك ده بيجامل الحكومة. ولما بننتقد الحكومة ما بتشوفوناش واحنا بننتقد الحكومة ونقول الحكومة بتعمل كذا غلط وكذا غلط ده ترس. ونخلي بالك ان الحكومة مش الحكومة متمثلة في كل الجهات الإدارية مش بس عايزة الإطراء وعايزة ان احنا نوصل المعلومة ان هم بيقدموا مجهودات لا الحكومة برضو محتاجة مننا كمواطن ان احنا نقول لها يا حكومة أخطائك كذا يا حكومة في مشكلة كذا. لكن في ناس واقفة لك بالمرصاد لما تشكر في الحكومة أو تشكر في البلد يقول لك لا ده قصده كذا ده تغيير المفاهيم وتغييب المفاهيم وأصبح حب الوطن جريمة كلنا بنستحي منها. لا احنا عايزين نحب وطننا وعايزين نجاهر بحب وطننا وما نشوف شيء إيجابي نقول وما نشوف شيء سلبي نقول. كلنا علينا دور عشان المجتمع كله يصلح. ومش عارف اللي انت هتقدمه للبلد ده ممكن يرجع لك في صورة مباشرة لابنك ليك. اما ممكن حضرتك تنقذ طفل من اي انتهاك انت بتنقذ ابنك. انت بتدافع عن ابنك في شخص هذا الطفل المنتهك حقوقه وبتقاوم مجرم او جاني ممكن بكرة او بعد لحظات ممكن يوصل لانتهاك لابنك او يوصل انتهاك ليك. ده صحيح. فاحنا كلنا علينا دور. صحيح. يعني لازم يعني كلنا في حادثة برضو حصلت من كام شهر كده يا جماعة يعني لولا دكتورة كانت في طفل بيتعرض في طاقة التحرش التحرش بالطفل ده وكانت حادثة شهيرة جدا يعني ولولا الدكتورة اللي خرجت من معمل التحاليل وصورت وأبلغت لم يكن ليتم عقاب هذا الرجل. فأي حد يا جماعة يعني يعرف بس طبعا مش ما تتحولش المسألة لمسألة يعني أنا متضايق من جاري فاروح أقول ده بيضايق ولاده وبتاع. إذا كان عندك ثابت بالدليل إنه هذا الأب أو هذه الأم يعني بيأذوا بيقوموا بإيذاء أطفالهم بشكل جسدي بيدفعوهم بتصرفاتهم إن هم يؤذوا نفسهم نفسيا ناس غير أسوياء ناس إرهابيين ناس يعني بتتاجر في مواد مخدرة فمن واجبي وواجبك وواجب الاستاذ ايمن وواجب كل حد فينا ان احنا نساعد بلدنا ان احنا نطور بلدنا نحسن نجمل بلدنا. يعني احنا شفنا من فتره كده يعني بقالنا كده سنه ولا سنتين ظاهره اطفال الشوارع بدات تختفي والحكومه وفرت دور رعايه لهؤلاء الاطفال وما بقت بدات الظاهره ما اختفتش 100% لكن خفت تماما عن الشارع المصري. فبرضو العنف ضد الأطفال دول هم المستقبل بتاعنا هم اللي هيبنوا البلد دي. أنا وإنت والأستاذ أيمن راحلون
هم المستقبل، هم اللي هيطلعوا يعمروا هذه البلد ويحموا ويقوموا بحماية هذا البلد. فواجب علينا ان احنا نبلغ عن اي حالة إيذاء للأطفال، عشان احنا عايزين مجتمع صحي ومجتمع شباب، مجتمع قوي متماسك مترابط، لأسباب اللي احنا قلناها من التفكك الأسري اللي بيدفع بعض الآباء والأمهات إلى الانتقام من الطرف الآخر عن طريق إيذاء الطفل أو الولد عشان تنتقم من جوزها أو هو ينتقم من مراته، فيأذي الطفل، الضحية هو الطفل. هذا الطفل هيطلع يعني لو نجا من هذه من هذا التصرف يبقى عنده مرض نفسي. المرض النفسي ده الله أعلم بقى ما يطلع ما يكبر هيبقى المرض النفسي ده شكله إيه، هل هو هيبقى قاتل، هل هو هيبقى سارق، هل هو هيبقى إرهابي، إحنا مش عارفين. فهذه كلها قنابل موقوتة، هذه قنابل موقوتة. يعني الناس، المجتمع المصري يصحو. يصحو يعني إيه؟ يعني يصحى، يصحى، نصحى عشان نشوف بلدنا بجد، بلدنا جميلة، بلدنا قوية، بلدنا مهمة، مصر مهمة، مصر مفيش بلد زيها في الدنيا، مصر قوية جدا وده ثابت. يعني رغم كل أي حد يتكلم وأي حد يشكك وأي حد يقول مصر بتعمل حكومة مش الحكومة، لا، مصر لا تقف على أحد، ومصر لا تلتفت إلى الوراء، ومصر قوية ومحفوظة بأمر الله إلى يوم الدين. إحنا علينا دور، إحنا كإعلام، كناس، كمتفرج، كمشاهد، كمواطنين، علينا دور. دورنا إن إحنا لو شفنا حاجة في المجتمع غلط مش عيب إن إحنا يا حكومة نقول لها، نبلغ الحكومة، نقول الحكومة ده شغلهم، ده دورهم، هما مش هيزعلوا منكم، الحكومة مش هتزعل منك لو أنت بلغت عن حالة إيذاء لطفل، أو إن أنت بلغت عن حد يعني بتشتبه إن هو مثلا بيعمل حاجة غلط إرهابي أو غير، الحكومة مش هتزعل منك، بالعكس الحكومة هتحل هذه المشكلة. وده جزء من المفاهيم التي يجب أن تتغير في المجتمع المصري. لازم نغير مفاهيم الشعب، مفاهيمش نغير مفاهيم الناس بالنسبة للقيم بتاعتنا احنا. يعني احنا قلنا دي ظاهرة غريبة علينا، ظاهرة العنف الأسري، عمري ما شفت أو عمرنا ما سمعنا أنه المسألة تصل للقتل وحالات الانتحار والاغتصاب، في دي كوارث، هذه كوارث. فإحنا عايزين نغير المفاهيم دي عند الناس بالتوعية. أولا نعمل إيه؟ اكتب لنا روشتة كده يا أستاذ أيمن بخبرتك وما رأيته في المحاكم وما رأيته يعني في ساحات القضاء وفي حياتك، قل لنا يعني إيه الروشتة اللي ممكن نقدمها للشعب المصري إن هو يستفيد من هذه الروشتة ونغير حتى لو جزء بسيط من مفاهيم الناس. فضل. روشتة هتكون بسيطة جدا ومقتضبة جدا، هو إن إحنا لو أولادنا ما لقوش عندنا قبلة الحياة هيدوروا على قبلة الحياة بره. فالبنت اللي مش هتلاقي حد بيسمعها في البيت مش هتلاقي الحب والحنان، هتدور عليه بره، وممكن يكون تقع في شخص غير مناسب. الشاب اللي يكون مش لاقي قبلة الحياة ومش لاقي حد يسمعه ويرفع من مداركه ويرفع من مواهبه وبيشجعه، هيدور بره على قبلة الحياة في صديق، ممكن يكون صديق سوء يدفعه إلى المخدرات، يروح يسمع درس من إخواننا الإرهابيين أعداء الدين فيتحول ببساطة الإرهابي، يخسر الدنيا والدين. الروشتة كلها أعطوا أبنائكم قبلة الحياة، تحيوا ويحيا أبنائكم. طيب ده الجنب يعني قبلة الحياة دي، يعني الحنان والحب ونسمعهم. يعني لما ابني يجي يكلم والده في موضوع يخصه هو شخصيا، ولو كان موضوع تافه اقعد اسمع. صعبة؟ لا مش صعب. في ناس بتحجج بقى بلقمة العيش وانا مش فاضي وان ده دلع، وان ده كل ده زي ما انت عليك دور انك انت تعمل عبادات وتعمل شغلك وتعمل واجباتك الحياتية زي الاكل والشرب والنوم. انت دورك الاهم من كل ده هو انك تكون بتزرع في اولادك امتداد ليك. انا يعني هحاول ان انا يعني اخد التعبير بتاع بوابه واقول انه هو ده مشروع حياتك الحقيقي. هو فعلا هو ربنا خلقك كده لاعمار الارض. صحيح. ربنا مش هيزيد بعبادته شيء، ربنا
خلقنا عشان العبادة، وأخطر عبادة وأكبر عبادة ربنا يفرح بيها هي الرحمة بيننا وبين البشر، والأولى بيها هم أولادنا. وهم أولادنا لو كل أسرة أصلحت حال بيتها المجتمع كله هيتحول إلى مجتمع شبه ملائكي. طبعا مش هيتحول كلنا الملائكيين، لكن المجتمع هنصلح حاله كتير أو مش هنشوف المشاكل دي. لما في برضو ملاحظة خطيرة جدا، لغة الشارع ولغة العامة ولغة السوق أصبحت هي لغة المثقفين. ليه؟ ما سألتش نفس حضرتك السؤال ده؟ لما تسمع إن شباب متعلمين وفي كلية الطب يكلموا بعضهم ويدنهوا بعضهم، إيه يا اسطى؟ إيه يا اسطى؟ أنا بتكلم على النقطة دي، عارف ليه؟ عارف ليه؟ ده دي إشارة وإنذار خطير جدا إن الشباب ما بقوش يسمعوا أهليهم، ما بقوش يسمعوا العلم، ابتدوا ينزلوا تحت في قاع المجتمع ويصاحبوا السوقة وياخدوا ثقافتهم من السوقة والعامة، وأصبحت بقت لغة الشارع ولغة العامة هي لغة المثقفين. ده معناه إيه؟ احنا مش بس احنا بنحافظ على اللغة وبنحافظ على أدبيات الحديث في اللهجة المصرية اللي هي علمت وكانت أحدى وسائل القوى الناعمة في المجتمع العربي كله والمجتمع برضو الشرقي بصفة عامة. ده دليل إن الأولاد بعدوا عن أهليهم. مش معقول هكون اللغة الشارع دي لغة الأب في بيته، الولد ده اتعلمها وبقت هي لغته ولسانه اللي بيتكلم بيه. ليه؟ لأنه ما سمعش من أبوه، سمع من الشارع. ليه نخلي ولادنا يروحوا الشارع والبيت مفتوح؟ احنا مقصرين. ولما ابنك يحصل له شيء لا قدر الله لا تلومن إلا نفسك. شكرك يا استاذ ايمن، شكرا جزيلا، انت نورتني. ده انا اتشرفت بسعادتك، متشكر خالص على سعة صدرك. طبعا. ربنا يخليك، نورتنا وانتوا كمان نورتونا النهارده. ارجو ان انا اكون حطيت بقعه ضوء على هذا الموضوع، نكون قدرنا نقدم لكم بعض النماذج وقلنا لكم ايه اللي بيحصل بالظبط في مجتمع يعني لا يليق ان يحدث به هذا الكلام. ما يصحش ان يحصل الكلام ده في المجتمع المصري. المجتمع المصري مجتمع اقدم مجتمع متدين في التاريخ. يعني مصر هي من علمت الدنيا الدين، إن أول أديان أقدم الأديان ظهرت في مصر القديم. المصريين هم من عرفوا التوحيد. إحنا مجتمع متدين، مسيحي ومسلم، مجتمع متدين. ديننا ما بيقولش هذا الكلام، ديننا ينهى عن هذا الكلام. مجتمعنا المصري مشهور بالأعراف وبالتقاليد. يعني لا أدري سببا لهذا التحول المفاجئ، يعني شفنا أسباب كتير عرضناها، أنا ما كناش عارفين الأسباب، يمكن كنا بنتجاهل هذه الأسباب، لكن حطينا نقط على هذه الأسباب. كل واحد عليه واجب في هذا المجتمع لابد أن يقوم به، من الدولة لرجال الإعلام لرجال القانون للأب والأم والأسر المصرية الواعية التي نجحت في الحفاظ على وحدة مصر ووقفت خلف قيادتها حتى تنهض بهذا البلد، وصامدة وواقفة حتى تنهض بهذا البلد. خلوا بالكم من ولادكم، اسمعوهم. يعني الفقر والغنى ليست هي المسألة، المسألة مش مسألة مادية، المسألة مسألة أخلاقية. أنا في النهاية بشكر المشاهدين، بشكر فريق الإعداد على هذا العمل المميز، بشكر قناة الصحة والجمال. تحياتي وأراكم على خير صفوة العربي.